مرحبا بكم محبي محرز مثل سجل اشتراك. إذا المحرز يتألق اليوم في مباراة مانشستر سيتي شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حرم محرز من مخالفة مباشرة وتركها لدي بروين، وحرم محرز كذلك من ركلة الجزاء، وقدم محرز تمريرة حاسمة في الشوط الثاني لدي بروين ليساهم في فوز سيتي بهدفين لصفر في الأخير لتسجل اشتراك.